زرع قوقعه من هي المفروض كانت تزرع القوقعه ديت من سن مثلا سنتين، بس تاخرونا في الاجراءات في التامين فزرعت القوقعه لسن وهي عندها خمس سنين ونص. فطبعا كل ما زرعتها بدري كان يبقى احسن، تأخرت فطبعا برضو مأثر عليها دلوقتي في الاستجابة. وبعد كده دلوقتي القطع الغيار خلاص هو التأمين دوره بيقف عند ان هو بيدفع لنا بيساهم معانا في تمن العملية فقط. بعد كده بقى القطع الغيار غالية جدا وكل شوية بتزيد، كل شوية الشركة بتزود على قطع الغيار. انا لسه جاي حالا من الشركه دلوقتي، مثلا في كابل كده للبطاريه المفروض ان هو كان الاول خالص ب 260، فجاه لقيناه ب 480، شويه حالا دلوقتي لسه ب 640. البطاريه نفسها برضو ب 1000 دلوقتي، لسه حالا برضو قال لي ب 1300. المكان اللي بتقعد البيت البطاريه يعني او المكان اللي بتحط فيه البطاريه قالوا لي دلوقتي ب 4800. فالناس هتجيب منين غير ان في التخاطب بتحتاج تخاطب شهريا ما لا يكل مثلا عن 800 جنيه. وطبعا يعني دي جانب بقى مصاريف الحياه العاديه واخواتها في المدارس وكده، انا مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن مجموعه كبيره جدا بالالاف. فيعني احنا عايزين التامين، عايزين اي جهه تبقى مسؤوله عن الموضوع ده. يعني هم عملوا لنا سهم معانا في العمليه ماشي تمام كتر خيرهم، بس برضو يسيبونا بعد كده بقى الشركه دي بتتحكم فينا، لان هو فرع واحد بس او هو مصدر واحد بس اللي بناخد منه قطع الغيار دي. يعني هم بيقولوا احنا برضو غصب عننا بنزود لان بيزيد علينا، بيستوردوها من المانيا القطع الغيار حتى التصليح بتاعها كله بيبقى في المانيا كده بقى. ممكن لو في امكانيات الافضل ان هي تزرع في الودن الثانيه، لكن طبعا هي مكلفه جدا. احنا زرعينها في 2013 كانت ب 130,000، حاليا انا سامعه ان هي ب 260. يعني انا ما مش عارفه كل يوم، يعني انا حالا لسه راح اشتري القطعه قال لي شويه كده مش هقدر اشتريها اديها لك دلوقتي علشان الاسعار في زياده، ولسه مستنيين حالا هيجي لنا زياده الاسعار. دي طفله يعني بتلعب السلك بتقطع، هي لو شفتي قطع الغيار ديت سنون رفيعه جدا مثلا زي اي سلك رفيع جدا، ده من بس من العرق، وطبعا العرق املاح السلوك دي بتضرب لوحدها. وممكن لو البطاريه ضربت القطعه نفسها الكبيره ديت ب 25,000. فيعني احنا عايشين مهددين بقى، ما احناش عارفين طول عمرنا على كده. وزاره الصحه هي اللي المفروض مسؤوله والتامين، لان هي لسه بنتي تبع التامين المدارس، يتصرفوا وزاره الصحه تتصرف تامين المدارس. انا مش عارفه يعني احنا عملنا اكتر ما عندنا يعني، وفي ناس باعت ارض وفي ناس باعت حالتها كلها عشان بس نعمل العمليه. نقوم نلاقي بعد العمليه كنا فاكرين المشكله اتحلت خلاص، نلاقي بعد العمليه لا ده لسه قدامنا طول العمر هنعاني ونقاسي من قطع الغيار.